كلاوها حرنا في وسطنا كلاوها كروش لحرام يمي كلاوها كروش لحرام يمي والنظام يسمح ويغني والنظام يسمح ويغني الموازين يسمح ويغني وبصفة عامة هي حالات ديال الاعتقال كثيرة جدا خصوصا ديال الصحفيين والمدونين الصحفيين والمدونين والنشطاء المدنيين خصوصا الشباب ديال حركة 20 فبراير الآن هذه المحاكمات عندها واحد طابع زعما غريب جدا طابع اللي كيفقدها العدالة يعني المحاكمة العادلة ما كتوفرش الشروط ديال المحاكمة العادلة نقولها بكل صراحة لا تتوفر في هذه القضايا علاش لا تتوفر في هذه القضايا لان ملي كدوز انت عند الشرطه عند الفرقه الوطنيه للشرطه القضائيه وكتكتب لك 500 صفحه محضر فيه 500 صفحه وكتحيلو على قاضي التحقيق وقاضي التحقيق يحقق فيه وتيخليه كامل ما تيغير منه حتى حاجه ما تينقيش التناقضات ما تينقيش المسائل اللي خصها تحيد بمعنى ما بحال اللي ما هذاك التحقيق ما تمش وهذيك 8 شهور ولا 9 شهور ديال التحقيق اللي كانت عند قاضي التحقيق بحال اللي ما كانتش هي حبس وصافي يعني الدراري المعتقلين كيبقاو في السجن كيتسناو المحاكمه وهما كيعطلوا هذه المحاكمه بهذه الطريقه هذه هما اللي كيعطلوا المحاكمه حقيقه يعني فعلاش كنقول انايا الشروط ديال المحاكمه العادله ما كاينش لانه جميع ملتمسات الدفاع ولو ببساطتها كيجي القاضي وكيرفضها جمله وتفصيلا حقيقة جمله وتفصيلا كلها ما كاين حتى حاجه من بين هاد قلنا حنايا هاد الملتمسات من بين على راسها صراحه المؤقت لان الناس عندهم ضمانات ومع ذلك اكثر من 20 اكثر من 20 ملتمس ديال الصراحه المؤقت كترفض ثانيا كيرفض احضار الشهود لان عمر وسليمان مثلا اللي كيدخل في الاضراب وصل الموت دابا تقريبا راه 86 يوم وصل ديال الاضراب عن الطعام لا محدود مفتوح هذا الاضراب هذا ومازال مستمر فيه سليمان وعمر عندهم شهود ديال النفي القاضي تيرفض احضار الشهود تيرفض احضار المطالبين بحق المدني في المحكمه علاش لان خصهم يجيو لان هما كيدعيو انهم هما هاد الناس تعدوا عليهم ويجيو يشرحوا لنا يجيو يشرحوا للمحكمه لان العداله ولا المحاكمه العادله ما كتنش بناء على المحاضر كتسمت بناء على التصريحات داخل المحكمه قدام القاضي وقدام النيابه العامه وقدام الدفاع قدام الدفاع بنوعيه بالطرفين زعما هذاك هو تما فين القاضي والهيئه كتبني القرار ديالها وكتبني باش يكون عادي قدام الناس ولكن ما كترفض انت جميع الوسائل حتى الشاهد اللي كان ديال عمر صديق ديالو زميل ديالو صحفي عماد السيتو حوله من بعد 4 شهور حوله الوكيل العام الى مشارك في الاعتداء باش ما يبقاش عند عمر شاهد وعمر عنده شاهد اخر ما تترفض المحكمه الاستدعاء ديالو كترفض كذلك اجراء في خبره طبيه على ما المدعيين يعني كي بغاوش الدفاع باغي خبره طبيه باش يتاكد من الاثار ديال الاعتداء القاضي كيرفض بمعنى كما عبر عليها عمر كان مصدوم في المداخله ديالو قدام القاضي انه تصدم هذا القرار ديال الهيئه وبالتالي كانت مرافعه ديال عمر الجواب ديال الاجوبه ديال عمر على القاضي كانت اجوبه اكدت اسقطت كل التهم ريباتها كامله ما كاينش كاع ما الى كما تيقول عمر ان التهم هي تهم اللي هي فعلا اش غنقولوا حنا بليده وغبيه تهم تيجي مقال ديال موقع معين تيقتطع من واحد الطريف ما فيه لا سميه عمر ما فيه لا التليفون ديالو ما فيه حتى حاجه تيقول له شنو هذا اش كتقول على هذه القضيه حقيقه يعني عمر تيتهموه بانه مع هولندا هي عدوه ديال الوحده الترابيه ديال المغرب وراه هولندا راه عندنا يتعامل يمشي لهولندا هولندا رفضات تعطي عمر فيزا هولندا كنت خدام مع شي واحد تما ما يعطيوش فيزا عمر كذلك شي واحد تما غيسهلوا ليه غيسهلوا ليه اكثر من ذلك ان عمر سافر في الطياره على حساب المغرب في واحد الميراجان ديال دابا ماروك اللي دار فالوني بروكسل مشى مع صحفيين وبرلمانيين ديال المغاربه ومشاو نفس الطياره على حساب المغرب مشى كصحافي باش يحضر باش يمثل المغرب تما وتيقول في بلجيكا عمر كذلك حنا تيقولوا انا وراه عندنا سفاره ديال هولندا في المغرب وكتقول لي انا وانت كتعامل مع هولندا وكتقول لي انا نمشي فيما بغيت تيقول له علاش مشيتي للحزيمه ولا ما تنقل منع نمشي فيما بغيت ولكن تيقول علاش مشيتي للحزيمه لا تمشي لديك المدينه علاش هضرتي مع هذاك هي اسئله غبيه جدا عمر كان قام بصدها حقيقه وكان متوفق عمر كنهني نور الدين العواج
كنضامن معاه وكنهنيه لانه وقف الاضراب وانصحه ان لا يعود اليه حقيقه. يعني هاي لك صحته وصافي. عدد المعتقلين غادي كيتزاد، راه اعتقلوا اللي يمشي واحد دخل من فرنسا عاوتاني شدوه.